سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مرحبا بكم اخواتي الايمان والاسلام في لقاء جديد من برنامجكم لعلهم يفقهون على قناتكم دي ام سي. اسال الله عز وجل ان تكونوا على خير وعلى نعمه وعلى طاعه، وان يكشف الله عنا وعن بلادنا الداء والوباء والغلاء والغباء يا رب العالمين. آمين. اللهم آمين. احفظ بلادنا. آمين. اللهم احفظ جيشنا. آمين. اللهم احفظ رئيس جمهوريتنا. آمين. اللهم احفظ شرطتنا. آمين. اللهم احفظ شعبنا. اللهم احفظ اولادنا. آمين. اللهم ارحم اباءنا وامهاتنا. آمين. يا رب العالمين. آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدي كاشف الغمة وباعث الهمة ومنقذ الأمة سيدي رسول رب العالمين. آمين. وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. أخوة الإيمان والإسلام، لقاء جديد بفضل الله المجيد في هذا الملتقى الذي يلتقي فيه السادة العلماء على مأدبة العلم وعلى بساط من المجالسة والمحاورة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في مجلس العلماء، حيث نلتقي بالسادة العلماء السيد الفاضل الشيخ رمضان عبد المعز أعزه الله. السلام عليكم ورحمة الله. حبيبي شيخنا جزاك الله خيرا. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، وأحسن الله إليك وبارك الله فيك. ومعنا والحمد لله طبعا بفضل الله الأستاذ بجامعة الأزهر الأستاذ الدكتور هاني تمام، أتم الله عليه النعمة. أهلا وتم عليك يا سيدي. أهلا وسهلا مولانا، وكل عام وحضرتك بخير وشكر الله لك. وبفضل الله عز وجل يشاركنا ذلك اللقاء فضيلة العلامة المدير العام في وزارة الأوقاف الرجل الفاضل النحرير الدكتور رمضان عفيفي أعفه الله. اللهم جزاك الله خيرا ونفع بك. حللتم اهلا ونزلتم سهلا. وحشتنا يا دكتور رمضان، يعني ليه الغيبه الطويله دي؟ ما تغيبش عننا الله يسترها. حاضر ان شاء الله. مراكز الثقافه على اشدها، على يعني بص ما شاء الله وزاره يعني. الاوقاف اه لا، والدكتور رمضان نشيط ما شاء الله.